الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى وحو أمر النبي محمد إنه كد إذا الرسول كور رئيسي. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إلهي وحو كصور رميت ركم إذا الرسول يا أنبياد وصادري نبي محمد صلى الله عليه وحي إلهي وكور كوا أنصار شاقي وكو إلهي هنونيي كدايو أدقنا واد هنوني دونتاي. وحسي قال إلهي سبحانه وتعالى رسول كوامري إنو كقد إذا الرسول شاكو الرئيسي صبر كاي تهينو صبرو لبات ذكسو قال إيسا الدعوة. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وحدو صبر تاسيلو صبرين كوي قوانك الله كم إذا الرسول شا إلهي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سيدبا يوغو ضيد الرسول شا كور رئيسي أمر كإلهي نوافلي. وحانا نبي محمد مدي سوسو قارسي فريمو ورسوله كسيدي أنبياء دي هوري مواقف إلهي يا حالة الصومالي تلوين بحال قلوي بحيي دردار النو مدود أيو قتقين أيو نبي محمد قفا إيدي أيو مديس. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند رسول الله فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة مزرودة بالديبات. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحان نجوب لرسولك عليه الصلاة والسلام، وحان رسولك ويمي من ريرمية نكا سواها وحريها كوردير وحريرها يكوت حمتها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس، ورفع كل راعٍ ابن راعي. وحضر رسولك عليه الصلاة والسلام صمارك تنين كان ريرمي قاي نوصو قلي نين كاسوانين وحبانس كغتي رانا هاين وقور صنية وككي برسن نين كستو قيمة له فارس ابن فارس وحلوغة جيدا نين كستو قيمة له. وعربتها دير هذا هبلوا فارس فردفولو نقبت جيدا وحمد عاسي أيقو يارا ننك استوقي مالي وحانو ننك نكرو قادة يولوين
midkasto isaga iyo aabihi baa ahaayeen xoolo raacato juhaalo waxba aan garanahay khayr badanna aan lahayn فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجاميع جبته رسولك عليه الصلاة والسلام ننكا كررك أيو كودا غوح قبطي هلكا كور كيسو يسوي مادو وقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ورمحادا عيا وحي لن تهيبون رسولك دركا يحدان كوان عقلك الله هين عقلك ودو عن البورين ثم قال صلى الله عليه وسلم إن نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة قال لابني إني قاص عليك الوصية أمرك باثنتين وعنهاك عن اثنتين وحين تأدب الرسول كود عليه الصلاة والسلام نبي إلهي النوح أمر قررسا مركي قارد ويكس وحاضرتين wuxuu ku yiri inankiisi war waxaan ku sheegayaa dardaarankayga kugu badin maayo sanad u kala ilaabin riwaayadka qaar kood buu macnaheedu ku xusay laba ayuu baan ku farayaa labana waan ka reebayaa amuruka bilaa ilaaha illallah ta koowaad aan ku farayaa waa kalimatu tawxiid wa laa ilaaha illallah وحين كيسا نبي نوح الشاقي كلمة دني قيمة هاي لا دهي يعليس كاي كفر دهو فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله وحين رسولك تضبض السماء يتضبض الدل هدي كفد ميسان كفد إلا صاره لا إله إلا الله نكفدك الله صار لا إله إلا الله يا كحب بدنيسا ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة إلا قصمتنا لا إله إلا الله حديث سبوين كتضبدا يتضبدا نول أيها الله هايين شيء وريكسن ومر دلوشا اللهين وعدك وحد دلول اللهين حرق إليه وقد لا إله إلا الله أرنتك وهذا وفرواتها طلبات وسبحان الله وبحمده وحنك فريا إنك يقول أنك دردار ميا إنك سبحان الله وبحمده تراهده وذكري قاد بطستوات كعي العلسو وحان وشيء كلمة لفتاد وقيمها إلا دهي فإنها صلاة كل شيء شيء والبصلاة دي سوي أشياء ذا جمادات كأه من نولا ياشا يكوى بها إمتى ميالان كأه إلهي أن وحبك كلفين وحبا أن أقدر صلاة دو دوائنا إلى هذا سبحان الله وبها يرزق الخلق كلمة سبحان الله وبحمده يا خلقك إلهي سبحانه وتعالى وكوارزاقه وأنهاك عن الشرك والكبر وحوشا قال لماذا إلا كيسا ودي ذي وكردر دار بي وهذا اسكا إلا لسامور الشرك قال نوع يدي صودا وحا كرمت كفوك أتا كبرك صحابة وحي إلهي يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر شرك قال رسولك إلهي وقرمي إن بدن بوقع حيني محمد عليه الصلاة والسلام وشرح يوب البلاري كبر كوام حي حي شريعه كبر تقانا قال أن يكون لأحدنا معلان حسنتان لهما شراكان حسنان كبر كمير متكيي شابا أو قشضه لبكبه وقرح بدن اللبين دلوب وقرح بدن مليه قال عليه الصلاة والسلام لا تصلكوا حلمايا كبركوا ما هينك بها بقرح بدنا ذا قال هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه كبركم وما قفكوا إنو نقضابا قفل قصور رهد يتيرالي أولا نقيستو أولا قدم بأيو
قال النبي عليه الصلاة والسلام لا رسولكم حري مايا كان معها كبركم روايات كغار كل واحد كل حصة أن يكون لأحدنا حلة حسنة كبركم موائن متكيئة شابا اسكت شوق نرى وقرح بدل قال عليه الصلاة والسلام لا قيل يا رسول الله فما الكبر وحيد رسولك إلى يود الكبر قوام حي دارك قروح ذا بدل يا كباها قروح ذا بدل يا قفك إلا قدم بيدتك وهي قدر يار منها دان الكبر هاي قال عليه الصلاة والسلام سفه الحق وغمس الناس كبر قوام بقى ضبر والله بمرون قبصه وحق قفك إلا أقبل وايو ومسكلوين هذا يضدك إنه حق روح قرصه رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي في الأسماء والصفات وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح قصة هذا مقشى ولا غيا رسول كان عليه الصلاة والسلام وحين أبوش شاقي وحي بي أبوتني وحين أبوش شاقي إنا يرد دردار ندى نبي الله نوح أي نكفى إليه سنو وحق صدنا أنه كقاضنا إنا آدك يا آدك أوي مركة كوان مشروعية الوصية عند حضور الوفاة إلا ينوش دا يلا ينوش شرعية يي قفك مركة موسينا أهضو الدنيا دي واتكسي سعطا وقالي لي بهاتنك قصوى حاضرتي إنو دردارنو دردارن كاسي أصل وحوى إنو يهي مستحب إنو السنة يهي حالدها قار كورنا واجبون نقضاء سيدا الإمام الحافظ بن حجر فتح الباري أو كشاقه في كتاب الوصايا مركو شرحه يا حديث كعبد الله بن عمر ما حق امرئ مسلم له ما يوصيه إلا وعنده وصيته وحضر داراً كواتك نقول إياه هذه اللي يقول لي هي حقوق أما الله يقول له هذا ما خلقك ويقول له هذا هذا الدردار من المويدان حقوق ذا سيد يعبس وإنه ما يصر أما بس هذه الحقوق لك دحل إياه كما قمتها وهذا الدردار من المويدان تذكر أن حلقك قال حقوق ذا سيد كله ويصر حال ذا كلنا ومستحب أرنت الله الوحي تهاي إقصد قيمها بدن أي نوموتي صي الوصية بأمور الدين وما يصلح الآخرة من سنن الأنبياء وداب الصالحين إن تدك أريم الدين لا درد ما حال ذا يا وحدتك آخرة وذا هجاتية وحيكم تهاي أرميه اللي يقاني أنبياء بغن كانوا وهادتك صالحين تي ونكسن وهي تاين دون إلى ركا قدينا دين القرآن كي يردي بقول نقول وحين ينفر بضن دحدي سكوار كينا دردار النوعي دردار من كوا أنبياء إلهي كميدي وإلهي سبحانه وتعالى وإنه قصود وإنه الشيقي إنما واحد دوييكم لحترت دردارا كودا يسوع هذا القاد كيف وحاي دردار ما ينوى الدين ولما الدين تهالك أصل كواء ايو قيمها بضن ايو درجة الرئيسة وهو عبادة الله بالتوحيد وإن إله اللي عابد التوحيد عبادة كليدي لو قولي إلهي وإن إله اللي وغشي النبي قيسي خليل كيسا يا إبراهيم إنو دردار ما عاسي بحيي وحلال صغى صفات كيسك والرماية وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إلهي بأمر نبي الله إبراهيم إنه إلهي وهو قال سمو التوحيد يخلص وهو قال سمو أمرك إلهي وقات نبي إبراهيم قيمان كي يشهدون يا خربا وحانو دردار مي ذرية ديسية تفيرتيس ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن بدي سيبو دردار إلى عباد دين تاني دين دور تيبو يري مركو أمد أنبياء دين كنغي إيا أمد إلا لين دعاد إيا داد صالحين إذن كو إلهي وهنقان سنموياني قيري يا إذن إيمان حالة والبا إلهي سبحانه وتعالى وهنقان سنادا ويقول إيمان إيسان قرن ميسان. وقال تعالى عن عبده ورسوله يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إلى يوم القيامة يا واحدين نبي الله يعقوب مركي قريد وكسو حاضرتي إحالت داسو يري صلى دردار ميا إنما ليسو كيري سؤال بو ويدي يسو سوچيدي يوسفي عن أيوه قلب اكتان هذا الكيسة ويفهمان وارضى بضي محال عابد يسامو يري كانوا موحدين مسلمين موحدين مسلمين موحدين بيهاي لكن واجب كيسا يوجدناي توحيد كنا قلوب تودو كسل بدباي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا توحنا عابدنا معبود كاقا حقا الله خالق السماوات والأرض وحنا عابدنا إله بياشا أي عابد شرين إبراهيم يا إسماعيل يا إسحاق كاسوا معبود قرى وكلدي عبادة حق له ونحن له مسلمون ولوحنا كوكب شارينا الله عينا نوه قال سمينه تاسوا عينا تلمام سوال عليا أنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يهتمون بأمر الدين وما كان لأمر الدنيا عندهم قيمة أرنك الدين أدبي تحقل انشيرين قيمة نوية انشيرين الدنيا أكتور قيمكم الله هاي مياتكو أرك تامدا الدنيا كدردار ميا دردار الكودو لمي وحكو ساب سيارين دينين ولبها الكدين تأصل كي أساس كوا والتوحيد كي يوبت كودا كدردار ميا وهذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحومتي صوت دردار ميا نرشي سمركي قبق قبائي بل مركو رسول كاهي حنون كيانو ككعن ايه وكوكي يوضي وحام بيلا كهر ريي ايوبت كودي يدد كودي ايو دردار ميه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي ملك الموت كي مركو كسو الدقي ايه قارد ايه كسو حاضرتي طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها وحب الله برسولكم رأوا الله يلي يدليد له إن وجهه إسك صار مركو عبد الله وإسك قال إلي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم فقال وهو كذلك وحب رسولكم يسمى حالة دا كجرة حنون كدراني وهيو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا يهود يا كريستان إلى أن عذب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقبرت أنبياء ذي مساجد كنكتن والصلاة دي إلى صدمت من العبادة لردت قابي كنكتن ويبسان وحيتني عائشة رضي الله عنها وحاي سمعيين بو رسولك يصنو حالدى سكرات الموت ككجرة ومدلسو كادر دار مياه وقدقية ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي وفي رواية خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا هدان دردارا كاسي تشيري لهين رسولك وحا لقواسي لها بنان كي بقيع لقواسي تشيري عند رهير مدينة قريوت وحا كيرين قول كي وكو قريوت لقواسو بقال لك بقضي إن قبل جيس الصلاة دل على صدام تعيدنا مساجد كمال دي سين لاتك غير كود صلاة دل على صدام تعال
رسول كان عليه أفضل الصلاة والتسليم بخاري مسلم باوري حالد إسانو كتر أمدي صلاة دردار وحان رسولك أمدي كلت لي وحيابها الشركة صابت ونقضة وحان فري ودوين كيسين الحراء البابدي سيئي لمدي إن مدي سلين إسكاهو دا ورسولك عليه الصلاة والسلام قدقي إلي كد إدار أمدي كور رأيي اللومي ودد صحلاك اللومي. وفي صحيح الإمام مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وحر صحابك جندب ليلة هذا وحر مغلى رسولك عليه الصلاة والسلام انتظر لمن شنكهر وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وحرس كف غير يا أبونا محمد عليه الصلاة والسلام إن الخليل إذن كصم يستو والخلة أعلى أنواع المحبة درجوين كمحبة توصل ريسوي قف أن تاتع على هاي إن إذن كصم يستو أيان سكف غير يا وتيالي مايو وهي إلهي بخليل قد اكتين سيدو إلهي قد اكتين إبراهيم با خليل ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا حتى أمضى إذا مد أن سيدا أوتش عليك السماء يصلها أو بكر بن أبو الله هاي بتكلم النقدين ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك الرسول صلى الدنيا الشنطة مع المدوغه السيئه والكويد كور رأيي قبورتي أنبياء الله مساجد كدكتين ورارهن كايسك إلاليو هيالين ومضي دهداتهين وردين دي ذا يارهن كاسي ورارهن كالدر دار ميا وحكروا لي محمد عليه الصلاة والسلام ودر دار مي صلوا كجرا حنون كانوا ككعين وكقاليو ذي أرنك التوحيد ككسر حجة الإسلام كدحديث والصلاة فعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرض موته اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم وحيث أم سلمة رسولك وحولا تري مركو هيا حنون في أقاري يوديان ككعد والإلهي كقبض الصلاة في حفظ الصلاة صلاة إلى لنتين يا لنت حقوق ذا الدومها ضدك إلهي سبحانه وتعالى الدوم إذن كدقي أيها المسلمون عباد الله دردار كاس أي دردار مجلين ضدك ونكسنا تصال ياشي سوى بذين قرآن كي يصنها تيلا نغضب تربى ذنبالقه ليا وشهدد وعي تهي إلى أن يسحسوا سنة من وراء إنك إنك مدين إلى الله دردار مدد كيسة غرابة إيسة أمد كيسة دمر كيسة إلى الله دردار مو صاحب دي يددك وحكم أقلاية دردارا كوحوك قصارا يانو ونقضه الوصية بأمور الدين إلى دردار مارما دين تددك كسابسا وذلك آخر روح الترائية ولما سيدة الإمام النووي كشاق في كتاب الأذكار وحضر دارا كارن كيسو سياد كان يا مركز طوضتك أي قرار حرم جهل قبضي هاي وأيرتها العمل بالدين دين تنلغ لغو ما ضد فربضا أي مركز أي قرار يودا وحقالين وضع المسلم أي أياس كودا وحيا مددك مركي اي نولايين اي كرهي بچيرين علمي اهان ايو ديدن ايان كسور چيدين ما دام عانو دين تكميدا هاي وحيا الله صوبنا وحا كميدا دردارا لها تدكو وصيادا ما دردارا كاد باو قيمة ايان قفو البوحة لبقود بوقتقان اينو كتشيرنو وقارا هانا ديو بضانتا هاي بدعوين كي وحيا بان دين تكمل هاي ولا رعش آسك يجاري ده انت ونولي هاي نكسي دردار
si aan waxyaabahaasi sunnada khilaafsan aaskiisa aan loogu samayn. Waxaa la gudboon inuu la dardaarmo dadka qaraabadiisa, waxa u horeeya uu kula sii dardaarmayaa uu noqdo taakiidu tawxiid, tawxiidka inay xajistaan, shirkigana inay ka fogaada oo ay ka dheeraada. أيها المسلمون عباد الله، وعبد الصدق سيئن كقاذن إنا شيء قوم مهمسن أي تهيقف كينو دردارمو أو دردارمو وبد كيسية أهل كيس إن يتأين إله عبودا والتوحيد يكون عبودا هي التوحيد كين لا يسود دردارما إن يكمل تهي وحي الله لقد حلي أم بيدي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أفكم أنت في رسالة حالك مسلمين وحارك يا دردار النذو لبداً كل من يكسر سينا رماء الدنيا وهذه آذاوية اليهين تدكار ديمي دردار ما إلا قد أحب تدفر بداً مركة قارد ويكسر حادرته دد مدحة علماء مال قبينة هذا الكود تدكو أي مقلاء تلوين كودنا إيقاتا هذه رماء الديني دو صحة تدكار دردار ملاهاي بحل في عن أيها الذين كفروا تجي لهاين يقولون وحي آخر لا تجي لهاين ترى دولي دردارا كولا هدي لقاته والله عمل فلا صيف عن وانفعده ما لم تدرك إلهي سبحانه وتعالى يهور استاجيا قصة وحي نكفى إذا سنينا فضل قولي هاي توحيدك يا إخلاص العبادة لله إلهي سبحانه وتعالى عبادة لله قولي يا إلهي تاي كلمة التوحيد شيء يحوى قبضاً ميزا وحل صارنا وحل العلوس إنه تهي إنه تهي شيء قوله قفكو كبت بادي كره يوم القيامة قف أن توحيد صحة أن آخر لتقن بد بادي ما أيه يوم القيامة بل يكون من الهالكين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أيها المسلمون عباد الله، وحين وشاق الرسول كان عليه الصلاة والسلام قصة يا بلا وإن أموتي ليس كلمة التوحيد عليس كاي ليدا هاي يقف كميزان كيس سيدا عليس نيسا يقف كسيدا آخر وبدباد نيسا قصة ناسي واحد عدون تا يوم القيامة. وحوري عبد الله بن عمرو بن العاص إنه لرسولك عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق وحيله يقوله صار الدونة يخلص معنا يميز ويختار وحيله يقوله صار الدونة وقوله حلم دونة من أمتي إذا كملة يلو خلائق دي قيامها طميلة ومياه أركيا هذا الله إله يسوي ذا أرسليا نائم أغليا على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر وحنك لوكل بحنا يا لوكل وريا سقال يا سقاشا ديوان السجل وبواك تواوين وحلقوا الديوان قليو ما هكوا كوان مانتا نرانا كاش بوغوين بوه بالوحكو قراء كوا سو كلامها سقال كمدو ولي سقال يا سقاشن كا مدو ولي بوحو لاقي هاي إلا أنت قفك أرقي سو كل ما هذا إلي كاركت يا مدو ولي بوحو لاقي هاي حاكو قرن فيها ذنوب ومعاصي وحبنا أدونك وإصلها مركو سميري عندك واركي بس عندك مقلي بس يا دواوين تنو عاسيكو قرن وكل واحد منا هكذا مدو ولا إلقى إلقى مدينة وصدا دواوين تنوع سبا لرد بتشوجا أوحى وصوير يا خير يا شر لو بقرية
maalinta qiyaamana goorta loo sulaya oo loo soo bandhigaya wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam thuma yaquul laa tunkiruu min haada shay adalamadka katabat ilxaafiduun sagaal iyo sagaashankaasi buuga inta aad maqasheen leeg dembiyada ku qoran wax ka mid a addoonkaygoo miyaad dafirsantay miyaad ku dacwiyaysaa maanta malaa'igtaydii wax kaa qoraysay inay ku dulmiyeen waxaanad samaynay kuu diiwaangeliyeen fayaquulu laa yaa rab wuxuu odhanaya ilaahayow maya waxna dafiri maayo malaa'igtana dacweyn maayo wax kaloo bannaan baan jirin maalintaa sida dadka qaarkood ay samayn doonaan yowma alqiyaama ilaahay qur-aanka inoogu sheegay hadduu dembiyada dafiro markhaati aan isaga ahayn loo dooni maayo xubnihiisa ayaa ku markhaati furaaya fayaquulu afalaka cudrun ilaahay wuxuu odhanayaa ina wax cudurdaara ma leeda wax dembiyada ku geeyey waa tira waxaasa igu kallifay fayaquulu laa yaa rab xuna ilaahay umaya wuxuu ilaahay odhanayaa hal laka xasana wax wanaaga oo aad samaysay ma jiraa waxaasoo dembiya markuu arko waa anfariiraya xataa wanaagyadu lahaa ayuu ilaabaya ilaahay baa odhanaya balaa ina laka cindana xasana fainahu laa dulma calayka alyowm haa wanaag baanu kuu haynaa buu ilaahay odhanaya maanta lagu dulmihi maayo ilaahay addoomihiisama dulmiyo xataa dembigoodu haddii uu bato dulmigu waa sifo xun oo ilaahay ka nasahan yahay fatakhruju bitaaqatun fiiha ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxammadan cabduhu wa rasuuluh waxaa soo baxaysa kaad bitaaqa waa qica waa shay yar oo wax ku qorayn bay ladhaa ayaa la dhahaa bitaaqa waxaana bitaaqo loogu bixiyey laannahu taaqa min althawb qayb marada ka mida baa lagu xidhaa lagu guntaa oo dadku way guntadaan kaadhka noocaasiya marka ay helaan waxaa ku qoran kaadhka ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxammadan cabduhu wa rasuuluhu baa ku qoran fayaquul ya rab axdir waznak ilaahay baa odhanaya subxaanahu wa tacaala soo xaadiri oo keen camalkaagii lagu miisaamayay fayaquulu maa hadihi albitaaqa maca haadihi sijilaat wuxuu odhan ilaahayow muxuu tarayaa camalkaygu marka la garab dhigo dembiyada aan sameeyada waaweynta intaa laalay ku qoran fayaquulu innaka laa tudlam ilaahay baa wuxuu odhanayaa ku bushaarayso lagu dulmihi maayo qaala fatuudacu sijilaatu fii kifa walbitaaqatu fii kifa fataashat isijilaat wathaqulat albitaaqa sagaal iyo sagaashankii diiwaan kafad baa la saaray kaadhkii ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxammadan cabduhu wa rasuuluhu ku qoraana kafadda kale ayaa loo saaray sagaal iyo sagaashankii diiwaana mid waliba uu ahaa ilaa aragtay mid gaadhsiisan wax fudud buu noqday taash yacnii saara shayan khafiifa kaadhkaa yarina mid aad u culus buu noqday falaa yathqulu maca ismi illah maca ismi illaahi shay rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam shay macaasida ka midi uma babac dhigi karo magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo kalimatu likhlaas waltawxiid tirmidi iyo ibnu maaja iyo xaakim ayaa wariyey ayuha almuslimuuna cibaad allah fadlu min allah in ilaahay kelmadda qiimaha lay nagu arsaaqay waxaana wax aad iyo aad loola yaabaa dad kelmaddaasi ku qowloo ku dhawaaqay oo macnaheeda rumaysan oo ahlu tawxiid ah oo waxaa guriya ka fogaaday in si dhib yar loo gowraco sida xoolaha oo kale sida xoolaha oo kale dadka qaarkood inay u qalaan oo dhiiggooda ay bannaystaan weliba bismi aljihaad waaldifaaci cala alislaam iyagoo sheeganaya inay jihaadayaan oo islaamka ay difaacayaan falimithli haulaai yuqaal maada tafcaluuna bilaa ilaaha ila allah idaa jaa'at yowma alqiyaama kuwaasoo kale ayaa lagu odhanayaa siduu rasuulku usaama ku yidhi
ونن قال هاي المسلمين بدل لا يك وصرفت مركود لها لي شهاتي وأود لي صلى الله من كان ملاوى كبر يا كلمة دني كذب معها قرائن تي حالة مركات أجنيدنا وحيايين أيس تفسير كأي أركتلا وصامة رسولكم حكيري ماذا تفعل بماذا تفعل لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ما حد قصم لا إله إلا الله مركات ما الضوء ما لين القيامة قف على التوحيد شهادة يا بيجي سيالقو قرص يوم القيامة هدي حتى لقوق رحية دتك قار كودا يكفراء ومقعية في عرب بحياء تاسكو خلصي ما يسو يا عبد الله كبت بالين ما يسو ما لنت قيام إلهي هرتي فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم يجث المقتول على الجادة فيمر به القاتل فيقول يا ربي سل هذا بما قتلني وحا تلبها وشوك سنية تلبة شوك سنية ودب الله مرا أيوه ما لنت قيامه كيل الدلي إلهي مكورنا يحصل مرا يكيد دلي إلهي مكورنا إلهو بالويد وحو يقول دلي إلهي باوي الدين إياه لما قتلته فيقول أمرني فلان هذا البا يا أمري هذا البا إيه فتواضي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيعذب الآمر والقاتل كي أمري أو فتواضي يكيد لا باشري لما وضب والعذاب إياه الدون كحب سوى الله قتشري أيها المسلمون عباد الله قفك الدون يا آخرين وبدباده كلمة لا إله إلا الله ها حقيقي ها فهم معنى هذا هكو عمل فروحي تصير يصو وشركي قال كفو قال كيسا وين يا كيسا يربع وحيا ذهب بريها اسكايرا لي وعقيدة يا قولي يا عمل انت بلي تدكنا هوية لهذه الكلمة وحنصد أولا يا حي كلمة دني ماها من وحترك أذوكو حليا وقرا إن أفك الله قيل هذا منافقين تبوا ولن ترين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا ما ينفعين كلمة دني كلمة دني شروط بورطة شروط هذا وحا كم إذا وقم يمسن إن معنى هذا اللي فهمه وضلتنا معنى هاسي عقيدة يقير قلبي أكتر تونه في حديث عتبان بن مالك من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار قفك إلى لا إله إلا الله ما قولك قرى راعي إخلاص توحيد قلبك سجل يقين سنما وامن كلمة دا إلهي سبحانه وتعالى نارتك حرام يا رمال انت قيامي شرطك الله هذا مهم كي وحي عملك هاي أن يكفر بما يعبد من دون الله لا إله إلا الله نوان لا يهي وحانا وقراه إسلام مركا وانا نبوارك إن عبادتك إلهي كليد حقه ولا يعدك لما نحش والله تشنك الله وقورع والله بريو والله ما قنقل وضدك اللي انت وحلا ويديستو وحضارها بقود دوافة تعظيما لها وينين لا وينين يا أوقين ولا من وحتركي وحي الله الله عدان عينينا هيس هذا ما ينفع وحاصل لم إنه بادل يهي ويند آمنتو عقيدة يكون قط الكفر بما يعبد من دون الله وعلم مالك الأشجع عربي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله قف كيلا لا إله إلا الله ورهنا قدرة إنه الديده ونكسوه الجيسته وحكسته إلهي سكد العابدي من ملك والنبي عبادنا عدكسته إلهي سكد العابدي من ملك ونبي وولي صالح حي أو ميت جني أو إنسي قف كلا وعحران مغلي مالكيسي ديبديسي هذا واحد كلا قرصنا إلى حساب تيسو إلهي بيو تالا وإنه قدتك قلوب تولى ورما هينا إنت إنه موتشستان بينك وعمل سيرينا كما قاب سر رسولك من قال لا إله إلا الله شردك الرعي وكفر بما يعبد من دون الله أيها المسلمون عباد الله
وحن كسو قبقبين إياه قصة وحين كقرنا فضلك إلا ذا التصبيح يين إتهيب الصلاة داي كنت كذا إن بضر كم إذا مخلوقاتك إلهي يين إسلام رزقك وطعي إلهي ما عد سبحانه وتعالى خلائق ذو إلى إلهي والتصبيح صداع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحه تضبط السماء إلهي والتصبيح صلاة سبحان الله هذا سيهيا وهو التصبيح صلاة إلهي تضبط الظلم وحي إلهي التصبيح صلاة تضبط السماء عند كل نوع هي تضبط الظلم عند كل نوع شيء ولنا إلهي وهو التصبيح صلاة حتى الحجر والشجر قيد كي ينقح نقول له لكن وحي إلهي التصبيح صلاة سيئنا لنقل فهمه إنه كان حليما غفورا جميع الخلائق تسبح الله إلهنا سبحانه وتعالى ذكر يسمى موقنا داء مركا لقرر من غفل من الثقلين كو إلهي كفو قادي كمدة تلك ينسيك هذه الكلمة سبحان الله وبحمده ما أسألها على اللسان وما أكثر فضائلها وثوابها عند الله وما أثقلها في الميزان كلمة داني ومن أحب الكلام إلى الله أفر كلمة رسولك إنه الشيء إلهي هذا البين وشعليه أنت هذا البين ودنا أفر كلمة رسولك إنه الشيء إنه إلهي هذا وشعليه وفي صحيح مسلم عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع هذا الإلهي أفر وشعلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت سأدون سبوك الله الرئيسي لكن أفرتاس عربك قمر الله لقهر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الكلمة سبحان الله وبحمده وثقيلة في الميزان قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن لبك المدد ميزانك وكعل سين عربك نواكف ذدين الله الرحمن كي نواتعلي عندك قوشر واتعلاني إلهي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اسكداف ميزانك وكعل سيهين يا فضائش آخرات كلها ليس هذه الكلمات الدنيا لا انت تجوبتين نفعية واحتركوا ليهين وإلهي حارضها هذا وكقوبة بادنا إياه إلهي بروح النور الشاقي نبي الله يونس وتبدل وطوري النبي ربه اللقي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هدام كم إذا هذا يكوى إله التصبيح صدا نبي رقع روشي سكتشري لها مع صواب نقض إلهي نكسب بادي تسبيحه سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مصائبتي يا بلايوك يا حاضها هذا اي الهي كاجبت بادنيا تطفر بدني ارزاق بين رادنيا ولكنهم يسلكونها غير طريقها والذي مدان هاي بين مريا يطلبون رزق الله بمعصيته الهي ارزاق دي سيبي كدونيا وحي الهي سبحانه وتعالى وكحار انتمي الهي لو حاكتي سيالة معصية ليسكم بحيه سورة رسولك عليه الصلاة والسلام واعلم أنه لا ينال ما عند الله بمعصيته وقال إلهي وحو هيو الدنيا آخرة معصيته سلق مقاله هدى الدنيا سأرزاق حلالة والدنيا آخرة نفع كويرته أكثر من ذكر الله إلهي حسكي سفر بدي قال عن تصبيحنا وكان رسولك عليه أفضل صلاة والتسليم وبها يرزق الخلق سبحان الله أي أرزاق وسوتي ليس دم بيدنا ولا قد عفيا هو صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر سبحان الله وبحمده قفك إلى مال انت بقول تشير ترسو يا عبد الله دم بيدي سالة دافع هبا نقول أن دم بيدي سبحان بضا بدأ دوشي هذا صبينيسا كواتر آهان لك أي وين كثرت ذنوبه
دبي ليس رب ترى من المكفرات أيها المسلمون عباد الله عمل ينقل إلى الرغم وحاين مقل إلى أن يدقي سرين وحاين مشاق إلا صوريي إن أن نرشى نكمل دقنا وأن كصحنا وصار آخر أن نقضى ما هين إلى يا عباد الله أن كمل نقضنا الدوم إلهي ويري وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.